مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بألف خير. ملخص للأحوال الجوية المتوقعة: أمطار نادرة في على الخالي، أيضا غبار موسمي على المناطق الجنوبية الغربية، وطقس حار وجاف في أغلب مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن هناك كميات من الهطول في منطقة الربع الخالي والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية تقريبا بين الحين والآخر. هناك زخات رعدية متفرقة من المطر تنتشر تدريجيا لمناطق مختلفة، وهذه ميزة من ميزات حالات عدم الاستقرار الجوي والأمطار الموسمية، خاصة تحدث هذه الأمطار في فترة ما بعد الظهر والمساء. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة في الرياض أجواء حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 33 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: يوم الجمعة أجواء حارة، ظهور بعض السحب المنخفضة، العظمى المتوقعة 43 والصغرى المتوقعة 33، أجواء حارة بالنهار، حارة نسبيا بالليل. يوم السبت أجواء مغبرة وحارة، العظمى المتوقعة 43، أجواء حارة نسبيا أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. الأحد أجواء أيضا حارة مع ظهور بعض الغيوم الركامية، والعظمى المتوقعة 43، أجواء حارة نسبيا أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة: إسكاكا 41-28 أجواء حارة، عرعر 40-27 أجواء حارة، تبوك 39-26 أجواء حارة. المناطق الغربية أجواء حارة: المدينة المنورة 42-31، جدة 39-31، مكة المكرمة 41-30، والطائف 32-25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر: الباحة 26-19، أبها 27-19، وأيضا جازان 37-32 درجة مئوية. المناطق الشرقية: الدمام أجواء حارة 43-32، حفر الباطن 44-32، والإحساء أجواء شديدة الحرارة 46-31 درجة مئوية. منطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة مع ظهور بعض السحب المنخفضة: حائل 39-26، بريدة 42-29، والرياض 43-33 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لمتابعتكم، ولكم تحية من طقس العرب.